انا نطالبه بالكهرباء، ها شوف شجرتها الله يبارك، ولات احتى منين، ها الله يبارك، راها من 2005 ما عندناش تريسي، ويقولوا الفلاح اروح اخذ، الدولة دعم فيه وتقول له اخدم، وحنايا المسؤولية تاعنا اصابه بطفل. هذه المنطقة اسمها منطقة نقيقزات، من 2005 وحنا مستفيدين، ندوروا على التريسيتي ما جابوها لنا. حوالي 15 فلاح هنا، وكلهم قاعدين قارصين المشماش، الرمان، الكرموس، الانصاش، قاعدين هذا الفلاح واي حاجه ديرها هنا تمشي. يجيبونا اتريسيتي برك، يجيبونا 10 بطوات يكملوهم لنا هذون، الجزائر هي اللي راها فقرتها 10 بطوات يجيبهم لك من 2005 وحنا نشكوها، ما نروحوا للرئيس الدائره، نروحوا للفلاحه صنع الغاز، صنع الغاز